السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناتنا في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نخصصه لكيفية اقتصاد الإنترنت. ربما تتساءل كيف أقتصد من الإنترنت. الإجابة سهلة وبسيطة. مثلا أنا عندي إنترنت محدودة، مثلا عندي 2 جيجا أو 4 جيجا إنترنت في رصيدي، وأريد أن أستغلها لأطول فترة ممكنة بحيث تكون ذلك العرض صالح لمدة شهر مثلا أو 15 يوم. مثلا 5 جيجا صالحة لمدة شهر أو ل 15 يوما، وأريد أن أستغلها و تبقى عندي إنترنت لمدة طويلة لأطول فترة ممكنة. لكنني أنا أستعمل اليوتيوب. المعروف أنه لما نذهب إلى اليوتيوب مثلا هكذا وأشاهد أحد الفيديوهات، المعروف أنه الجودة تكون أوتوماتيكية. لما نضغط على الفيديو ونشاهد الفيديو ويكون عندي رصيد إنترنت، فإن الجودة تكون أوتوماتيكية، يعني مهما يكون الفيديو هذا. لاحظوا الجودة هنا، مثلا عندي لاحظوا 360 بي، هذا فيديو وأريد أن أغير في شدة الجودة، يعني من الأحسن إلى الأعلى أو ما شابه. تلاحظون أن الإنترنت يعني في الجودة العادية 360 بي. ومن أجل تغيير، نعيد، من أجل يعني من أجل رؤية جودة الإنترنت، أضغط على الفيديو هكذا، تخرج لي زر الإعدادات. تلاحظون كواليتي في الأعلى 360 درجة 360 بي عفوا. أضغط عليها ثم أختار أدفانسد هنا في الأسفل. تلاحظون الجودة التي يمكنني أن أشاهد بها هذا الفيديو. بما أن هذا الفيديو هو فيديو فيه الشروحات، يعني وأريد أن أرى وأشاهد التجربة جيدا، أو يكون مثلا فيلم أو شريط وثائقي أو ما شابه، يمكنني اختيار الجودة التي تناسبني، مثلا 480 بي ولا 700. أنا سنختار 480 بي حتى تكون جودة نوعا ما جيدة. في هذا الحالة أنا مجبر على اختيار الجودة التي أستطيع أن أشاهد بها جيدا. لكن انتبهوا، لما تزيد الجودة، لما نزيد في قيمة الجودة، فإن استهلاك الإنترنت راح يزيد. يعني لما نختار 1080 بي يعني HD أو 720 بي، فإن الجودة تكون أعلى، يعني استهلاك الإنترنت يكون أكبر. ولما نختار مثلا 360 أو 240 أو 144 بي، فإن الجودة تكون أقل واستهلاك الإنترنت يكون أيضا أقل. لكنني أنا أرغب في مشاهدة فيديو بجودة جيدة، لهذا أختار من الأحسن أختار 480 بي، فإنها تكون جودة مقبولة ويمكن أن أشاهدها بكل إريحية. هذا أمر، هذا في حالة الفيديو كنت يعني أنا أشاهد الشرح هذا أو الفيديو أو الفيلم أو ما شابه. لكن إذا كان الفيديو عبارة عن صوت فقط، يعني أنا أكون أسوق سيارة أو أكون أعمل أو أكون يعني أحب أن أرتاح، يعني رايح أخلد إلى النوم وأريد أن أسمع صوت فقط، يعني مثلا أريد أن أضع تسجيل قرآني من اليوتيوب، فهنا أنا لا أحتاج إلى مشاهدة الفيديو بالجودة الكبيرة، أحتاج فقط إلى الصوت. مثلا أضع هذا الفيديو قرآن كريم. قمت بتخفيض الصوت حتى تسمعونني أثناء الشرح. لاحظوا لما نضغط على إعدادات الفيديو، تلاحظون أن الجودة آلية 360 بي. ولما أدخل في الإعدادات المتقدمة، تلاحظون أن الجودة حتى 1080 بي. أنا هنا أحتاج فقط إلى الصوت، لا أحتاج إلى مشاهدة الفيديو بالجودة العالية. مثلا وضعت كيتمان في أذني، أو وضعت الهاتف بصوت مرتفع في القاعة أو في السيارة، وأحتاج فقط إلى سماع الصوت. هنا أقتصد من الإنترنت ببساطة، باختيار الجودة الدنيا، جودة الدنيا التي هي 144 بي، وأسمع الصوت بوضوح تام كأنني واضع الفيديو في جودة 1080 بي. انتبهوا لهذا جيدا. إذا كان
أعيد يعني ألخص ما كنت قد قلته. إذا كنت تشاهد فيديو مثلا شريط أو فيلم أو ما شابه، فإنني أختار الجودة التي أرغب بها، يعني 480p 720p 1080p 360p، المهم على حسب ما ترغب. أما إذا كنت أسمع ملف صوتي كالقرآن الكريم أو شرح يعني صوتي شرح أحد الدروس الصوتية، فهنا أنا لست بحاجة إلى اختيار الجودة العليا أو ترك الهاتف في الجودة العليا، وإنما أختار الجودة الدنيا يعني 144p، وبهذا أستفيد من أمرين اثنين، يعني أضرب عصفورين بحجر، أختار الجودة 144p فأقتصد من الانترنت الخاصة بي، وأسمع التسجيل الصوتي قرآن كريم أو تسجيل هذا ذلك الشرح وأستفيد، يعني لاحظوا أستفيد من أمرين اثنين. وكملاحظة هذا الأمر هو خاص بالحاسوب والهاتف، يعني بنفس الطريقة حتى ولو تذهب إلى الحاسوب فإنك بنفس الطريقة تدخل إلى الإعدادات وتغير جودة الفيديو الذي تشاهده كما تشاء. هذه هي الطريقة بكل بساطة. وأنا لماذا ركزت على الهاتف؟ لأنه أغلب الناس يستعملون الهاتف لأنه متاح في كل الأوقات وفي كل الأماكن مقارنة بالحاسوب. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط. اعتنوا بأنفسكم جيدا، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتسجيل الاشتراك، ونلتقي إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.